ما بين الحكومة دي والحكومة السابقة، السهولة جت منين؟ السهولة جت من السهولة ان الحكومة السابقة طبعا لازم اشكرهم لان كل واحد بيعمل دوره في البلد، بس كان قابلهم وقابل مصر عموما، فقابلهم حاجات كانت خارج النطاق، زي كورونا، زي الحرب الروسية الروسية، الأوكرانية، زي حرب غزة، غزة، زي اللي حصل في السودان، صحيح. احنا بننسى، زي ليبيا. اما بيبقى حكومة عندها هذه المشاكل اللي جاية فجأة او للبلد واقتصاد فجأة، بيبقى المحاسبة عندنا احنا مش هقول اقل، بيبقى في لخبطة، لانه في لخبطة في الجو العام، مش تقصير ساعتها واضح لينا من وزارة من الوزارات اوكي قد ما هو مناخ عام. ممكن طبعا تبقى وزارة فيها تقصير، بس هقول لو هو مقصر 20% بيضيع مع ال 80% ساعتها الظروف العالمية. انا مش هقاطع، بس الاحداث اللي حضرتك اتكلمت عنها هي ما زالت مستمره. بنتكلم بس عن ازمه ما روسيه، هي دي الميزة بقى، ايه بقى؟ ان الحكومة دي اللي موجودة حاليا جاية، والازمات دي وهي موجودة فمعروف انها موجودة، شايفينها يعني، شايفينها شايفينها ودارسينها، وهم مقدمين برنامجهم عليها، صحيح. على الازمات دي موجودة. ايوه الحكومة السابقة، ارجع اقول تاني، احنا اتفاجئت، كل احنا اتفاجئنا، هم صحيح. والاقتصاد اتفاجئ، وكل حاجة حصلت فجأة. الحكومة الحالية لا، الامور واضحة. اول حاجة طبعا تكليف السيد الرئيس للحكومة كان واضح قوي قوي ومحدد قوي، فالحساب عليه هيبقى سهل. الحاجة التانية، الازمات اللي موجودة هي زي ما بتقولي موجودة فعلا، فهي مش مفاجأة ليهم، فهو برامجهم جاية بناء على هذه الازمات. عايزة، بما ان حضرتك يعني بنتكلم عن الاحزاب وان هي في النهاية لازم هتخدم المواطن، والحكومة بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليها هو المواطن واحتياجاته، انا عايزة اسأل، هو احنا ممكن نقدر نحكم النهاردة ونقول ان فيما يخص مصطلح مثلا الاحزاب الكرتونية، هل اختفت ولا ما زالت موجودة؟ لا، مش هقول، ما اقدرش اسميها كده، اسميها الاحزاب اللي بلاش كرتونين، ما هو ده بتشتغلش. لفظ يعني كان متواجد، انا هل انتهى هذا انا المصطلح نقدر عشان نصطلح؟ سياسي معاهم في فانت الاحزاب، مش عايز ماشي، فاقدر اقول ايه الاحزاب اللي مش، لا موجوده اوكي، بس مش مقصره، لان هو ده عمره ما هيشتغل، لان هو حزب تكون بمفهوم معين في وقت معين، اللي هو ايام الثوره، ما بعد الثوره كان كل واحد بيعمل حزب. بعد ما كنت تعملي حزب تبقى رئيس حزب، ده بايه؟ ايوه، انت وحبه قرايبك الاجراءات اللي كانت تسهيل لانشاء الاحزاب، وشقه موجوده صحيح. مأجراها وخلاص، بقيت رئيس حزب، بقيت تروحي تقعدي اياميها مع قيادات المجلس العسكري ومع صحيح. رئيس الجمهوريه السابق، واحنا قاعدين صحيح. زي اي حزب، فكانوا موجودين او بيطلعوا شغل، انما في الاول والاخر ما اشتغلوش لان هم مش قايمين على شغل. موجودين طبعا موجودين، لان احنا العدد بتاعنا كبير، عدد الاحزاب صحيح، اللي بيشتغل حول ايه، حوالي 128 حزب، تقريبا، والله ما يعني يعني هم في 100 وحاجه، هو 100 يعني وحاجه، نقول 100 هو وحاجه، ما يزيد عن 100 حزب. حول اللي بيشتغل 20